مع احتفال الملايين حول العالم بالمولد النبوي الشريف، كل سنة وحضراتكم طيبين. بتلاقي كده روايات كتير حوالين أصل عروسة المولد وأصل الحصان، واللي بقوا طبعا جزء لا يتجزأ من الاحتفال عندنا احنا كمصريين بالذات. في رواية بقى بتقول ان العروسة أصلها بيرجع للعصر الفاطمي، وان الخليفة كان بيشجع جنوده المنتصرين بعروسة حلوة من الحلوة، وكانوا بيقدموها هدية للقادة المنتصرين. لكن بقى بتلاقي روايات تانية بكل تأكيد. وعايز أقولك على حاجة قبل ما نتكلم عن الروايات التانية، في العصر الحالي اللي احنا عايشينه اللي بيقولوا لازم العريس يجيب أو الخاطب يعني يجيب لخطيبته عروسة المولد. سمعت انت على الموضوع ده؟ بشوف الناس بتعمل كده، مثلا يعني علبة الحلاوة. علبة الحلاوة لكن ده لحد دلوقتي في بعض الاماكن لحد دلوقتي لازم عروسه المولد، يعني لو ما جبتش عروسه المولد يبقى انت ما بتحبهاش. مش تمام. يبقى انت ما بتحبهاش. انت مش عايز تجيب عروسه المولد. طيب ايه اصل الحكايه؟ ايه اصل عروسه المولد والحصان وحلاوه المولد بشكل عام؟ كل هذه التفاصيل هنعرفها دلوقتي من الدكتور احمد عامر، الخبير الاثري والباحث المتخصص في علم المصريات. يا دكتور صباح الخير عليك. يعني صباح الخير على حضرتك يا استاذ محمد وعلى الاستاذه منى وعلى كل الساده المشاهدين، وكل سنه وانتم طيبين. يا اهلا بحضرتك وانت طيب وبخير دايما. حكايات كتير وروايات كتير عن اصل الموضوع ده. ايه اصل عروسه المولد والحصان كمان؟ يعني خليني الاول احييكم على الدخله الجميله ديت، بجد انا انبسطت جدا بالمقدمه دلوقتي بصراحه واستمتعت بها جدا. وفي نفس الوقت احنا دايما عندنا حاجه اسمها الموروثات الشعبيه المتوارثه منذ عهد المصريين القدماء. فلما النهارده بنيجي نتكلم عن مناسبات معينه، يعني زي رمضان، زي طبعا العيد، إيه عندنا مثلا عروسه المولد. يعني مثلا لو قلنا رمضان هنقول ان وحوي وحوي اصلها مصر القديم، ولو هنا قلنا العيد عيد الفطر بالتحديد هنلاقي المصريين القدماء هم اول ناس صنعوا حاجه اسمها الكعك اللي كانوا بيقدموه برضه، يعني بالذات عند سفح الاهرامات في الاحتفال بشم النسيم. ولو جينا النهارده قلنا عروسه المولد هنلاقي ان عروسه المولد اصلا ان المؤرخين في مصر اعتبروا ان مصر تحديدا هي اول الدول التي قامت بصنع يعني او بدايه صناعه عروسه المولد خلال عصر المصريين القدماء. فهي بالتحديد كانت مصريه خالصه ارتبطت بالنسبه لهم بايزيس. طبعا ايزيس طبعا اللي هي والده هورس وزوجه يعني اوزريس، طبعا القصه الشهيره جدا الصراع بين اسطوره الخير والشر. فهي ارتبطت عروسه المولد حتى في الرسومات اللي موجوده فيما بعد لما جم يصنعوا عروسه المولد الفترات اللي فاتت دي كلها، بالذات مع بدايه العصر الفاطمي كان شكلها بيشبه ايزيس، عشان كده هي مرتبطه دايما بالتحديد بايزيس. ولكن بعد كده قال لك ان هي كمان كانت تمثل زوجة الخليفة، يعني بالنسبة لإيسيس ديت ان هي كانت تمثل زوجة الخليفة، والفاطميين بالتحديد هم اللي اول بقى من صنعوا العروس نفسها من الحلوى. يعني هي كانت موجودة كفكرة ان هي بتمثل إيسيس، ولكن لا، اللي صنعها من الحلوى كان بالتحديد الفاطميين، وكان كمان بيجملوها بالأصباغ الالوان اللي حضرتك بتشوفها دلوقتي. يعني انا شفت الكلام ده الايام اللي فاتت السيده زينب بشكل جميل جدا من ثلاث ايام او يومين بالظبط. يعني بالاضافه كمان ان هم كمان كانت بتوضع يعني توضع في خصرها وتزين بالاوراق الملونه والمراوح المستسقى بزهرها. ومن ذلك الحين اصبحت الحلوى من المظاهر التي بينفرد بها المولد النبوي الشريف، ولها كمان حوالي يعني ما يقرب من 1000 شكل. يعني لكن لما نيجي كمان نتكلم عن يعني بالتحديد يعني بمعنى صح الحصان، هنلاقي كمان ان الخليفه نفسه الفاطمي كان بيشجع جنوده المنتصرين على اعدائه بتزويجهم بعروس جميله. منذ هذا الوقت او منذ هذا الوقت اصبحت عاده وقت احتفالات النصر كل عام ان يقوم ديوان الحلوى التابع للخليفه بصناعه عرائس جميله من الحلوى لتقديمها طبعا كهدايا الى القاده المنتصرين، كمان بالاضافه الى عامه الشعب والاطفال. وهناك كمان روايه اخرى بتقول ان الفتره دي كانت ممتده لفتره، ولكن الحاكم بامر الله منع الموضوع ده او منع الناس يعني ما نصح تخرج احذى وجهته معه في يوم المولد. فظهرت في الموقف بثوب ناصع البياض وعلى راسها تاج من الياسمين، فقاموا ساعتها صناع الحلوى برسم الاميره والحاكم في قالب الحلوى على هيئه عروس جميله. والحاكم نفسه تم صنعه طبعا من خلال طبعا برساي مطي كراكب جواده، والفاطميين نفسهم هم يعني هم اللي بداوا من صناعه حلوى المولد نفسها، وكانوا طبعا بيقوموا الاحتفالات بجميع المناسبات الدينيه. حتى الحصان نفسه حصان المولد كان هناك رايان بيتكلموا فيه، بيقول ان اصل حصان المولد الراي الاول بيميل ان الخليفه نفسه صاحب الفتوحات والانتصارات وهو يجلس فوق الحصان ويحمل السيف. اما الراي الاخر فكانوا بيقولوا ان الحكم بامر الله
منع جميع الاحتفالات في مصر لمدة طويلة وأبطل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وقتها، واستغل المصريين وقت في تلك الوقت لإقامة الاحتفالات، حتى احتفالات الزفاف نفسها كانوا بيقوموها في يوم المولد النبوي الشريف. فاحنا لما بنيجي حتى نتكلم عن حاجات معينة وعادات مش هتلاقي حد غير في مصر بالتحديد، يعني مش هتلاقي مصر دايما متميزة طول عمرها ومتفردة بجميع المناسبات الدينية والهامة، حتى لما نيجي حتى نتكلم عن الكنافة والقطايف، موائد الرحمن، مثلا صناعة الحلوى في الأعياد، هتلاقي مثلا الفاطميين نفسهم كانوا بيقعدوا يمكن قبلها بثلاث شهور يستعدوا أصلا لقدوم رمضان وقدوم عيد الفطر. إحنا المصريين عشريين وكرمة ونحب الفرحة، واغلب اعيادنا بتبقى مرتبطه عندنا في ثقافتنا بالاكلات المشهوره، والاكلات دي احنا برضو كمصريين بنحافظ على عاداتنا من واحنا مصريين من المصريين القدماء، والموضوع بيتطور كله بس شويه، ولكن اصل كل حاجه اعتقد بتبقى موجوده. يعني فكره صناعه العرائس ايا كانت المناسبه اللي بتستخدم فيها، ولكن صناعه الحلوى علشان الناس تحس بالمناسبه وتحس بالرخاء اللي بيبقى موجود مع المناسبه، وقتها بتتعمل الحلويات سواء بقى اتجسدت في شكل عروسة أو اتجسدت في شكل حصان. لكن إيه بقى حكاية إن الحصان كان ممكن كمان يبقى له علاقة بشكل فرس النهر؟ لا، هو فرس النهر عامة الموضوع ده مش حقيقي بسبب بسيط جدا. لأن فرس النهر عند المصري القديم أساسا كان بيرمز للشر بالنسبة له وما كانش بيحبه. حتى كان في ناس بيقولوا أو في أفضل أنا درستها طبعا في الكلية تتحدث عن طعم فرس النهر بسهم بالتحديد، ولكن هو ليس له علاقه بفرس النهر نهائيا. حتى الحصان نفسه لما جاء عند بعض المصريين القدماء دخل مع الكسوف، ما كانش موجود قبل، المصريين ما كانوش يعرفوه. لما حصلت الحرب الشهيره جدا، فكان حتى يقول لك يعني حتى في المقوله الشهيره يقول لك ان ارسلت وقتها طبعا احمد طبعا وما قبله، يعني في تلك الفترات قال ان اقراع فرس يعني اصوات فرس النهر بتزعجه، ودي كانت الرساله الشهيره جدا اللي حصلت في وكانت بدايه اندلاع الحرب لتحرير ارض مصر او جزء المحتل من مصر في تلك الفتره. ولكن في ناس برضه بتقول لك لما نيجي نشبه هنلاقي برضه في كنيسه الشهير، الكنيسه طبعا الشهيره جدا بتاعت اخواتنا الاقباط او اخواتنا المسيحيين برضه اللي بنقول لهم كل سنه وهم طيبين، بمناسبه بدايه عيد النيروز كان الاسبوع الماضي بالتحديد يوم 11 سبتمبر، هنلاقي طبعا هتلاقي برضه حضرتك لو شفتي برضه حد راكب جواد وماسك برضه سيف وماسك برضه سهم او رمح بالتحديد وبرضه بيحارب، فهي الفكره كلها متاصله من بعض المصريين القدماء. لكن فرس النهر لا، هو فرس النهر ده كان بيمثل يعني شيء شر عند المصر القديم، خلاص مش هنحبه فرس النهر ده، خلاص في اي حاجه تخص هنركز في شكل تاني للحصان، شكل فرس النهر خالص يعني. ولكن أكيد. كان في حتى في محكمه الموتى حيوان شارك اسمه العمعم، العمعم ده وظيفته ان حضرتك لو المتوفى كان عمله سيء او عمله غير صالح بيقوم باتهام قلب المتوفى، فلذلك احنا عندنا التشبيهات بالنسبه للحضاره المصريه القديمه كانت حاجات محدده كلها لازم ترمز للخير وليس للشر. فلما بنقول حتى في التشبيهات بتاعتنا بنلاقي ان دايما المصري القديم حتى لما حورت انتصر على عمه ست في الحرب الشهيره جدا بين الخير والشر، ما شبهه بمعنى اصح فرس النهر، يعني شبه الست بشكل فرس النهر، بيقول لك ده رمز الشر بالنسبه له. فعشان كده احنا بنقول حتى لما جم حتى اخواتنا المسيحيين توارثوا حتى الاعياد وعيد راس القبطيه، وحتى قال لك بياكلوا الجو يعني الجوافه والبلح، قال لك لان المصريين القدماء منذ عهدهم، وطبعا دي كانت يعني فتره اكتمال الفيضان عند المصري القديم، فاوضح ساعتها ان الجوافه والبلح ده بالنسبه لهم رمز الخطوبه ورمز الخير ورمز النماء. يعني شفت حضرتك الحكايه ماشيه معاها ازاي، ان كل حاجه لو هنيجي ندور عليها ونرجعها حتى يعني فكره الفانوس نفسه بتاع رمضان ديت اصلها مصر قديم مع اختلاف المسمى، المسمى كان عندنا بنسموها حاجه اسمها مسارج اللي هي كان بيبقى زي حاجه زي قنديل كده يتم وضع فيه طبعا بعض الاضاءه عشان ينوروا، وبعد كده اتطورت هذه الصناعه، وفي نفس الوقت الاقباط نفسهم برضه لما كانوا بيروحوا الاديره كانوا بيستخدموا برضه المسارج او الفوانيس، ولكن برضه وكان اسمها ما كانش اسمها كده مع كل العصر طيب. الفاطمه هم المصريين نفسهم راحوا استقبلوا الخليفه عند الصحراء بالفوانيس بقى، مع التطور بقى صناعتها والمكان اللي بيتم صناعه حتى فوانيس رمضان في اسمه، يعني كل الربع ده موجود في قلب القاهره ومشهور جدا حتى هذه اللحظه ومن الاماكن الهامه جدا. عشان كده بنقول المنبسطات الشعبيه اللي عايز يعيش فيها ينزل شارع المعز بالتحديد في الحضاره الاسلاميه، ويدي طبعا السيده زينب طبعا يعني شايفين تطوير السيد الرئيس نفسه لسه كان مستشفى منقبض جدا تطوير يعني رحاب ال البيت بالكامل في اكثر من مكان. عشان كده احنا بنقول لو عايز تدور متعرف اصل اي حاجه في اي حته على مستوى العالم. طيب انت دلوقتي اتكلمت جميل يا دكتور، او الالفاظ اللي احنا بنرددها النهارده سامعني يا دكتور، لازم ترجع للحضاره المصريه القديمه.
طيب دكتور احمد، احنا اتكلمنا دلوقتي في اصل الحصان والحلاوه، الفكره جايه منين من البدايه، لكن المواد المستخدمه في تصنيع حلوى المولد سواء في الحصان والحلاوه او حتى باقي الحاجات السمسميه والسودانيه، هل دي ليها اصل اصلا في العصر القديم؟ انا اقول لحضرتك، في العصر القديم عامه لو جينا قلنا عن الكحك مثلا بيصنعوه، كانوا بيصنعوه برضه من الحاجات اللي هي العسل مع الدقيق مع العجوه، دي كانت موجوده، الكحك ده موجود وفي رسومات بتؤكد ذلك. حلاوه المولد بالتحديد حضرتك طبعا كانت بتطلع من السكر، لان طبعا السكر ده يعني هو طبعا في عهد المصريين القدماء ما كانش عندهم حاجه اسمها سكر، كان عندهم حاجه اسمها عسل. وانما في العصر الاسلامي او بالتحديد مع كل الفاطميين في مصر، ناس كتير بتسال ليه الفاطميين بالغوا باحتفالاتهم بشكل رهيب كده جدا. اولا هو انت عشان تلعب على اي عايز يعني تنشر حاجه معينه او توصل للمصريين حاجه معينه، فدايما بتدور على الوازع الديني، والكلام ده على فكره موجود منذ عهد المصريين القدماء، لان الشعب المصري شعب بيعشق التدين والالتزام طول عمره، يعني حاجه مش مستحدثه عليه. الفاطميين لما دخلوا مصر فطبعا حبوا ينوعوا، حتى نابليون بونابرت نفسه لما دخل مصر برضه تقرب من يعني من وقتها للمصريين، برضه كان بيشارك في الاحتفالات، من ضمنها المولد النبوي الشريف بحاجات يمكن الناس كتير ما تعرفهاش، وقال ان نابليون كمان اسلم عشان يتقرب للمصريين، فكان ما فيش مناسبه بيفوتها. ولكن لما نيجي نتكلم عن موضوع احتفالات المولد اللي حصل فيها مبالغه جدا في العصر الفاطمي، وتنوعت اشكالها ما بين 1000 شكل، انت حضرتك يعني 1000 شكل رقم كبير جدا في تلك الوقت، فهتلاقي حضرتك ان هو كان بيصنع من السكر وهم بلغوا عشان يعني انشهر مدى بالشعر المصري، وبرضه بالرغم من هم عملوه في كل شيء وبمعنى اوضح حاولوا يوصلوا لقلب المصريين وعقل المصريين عن طريق الناحيه الدينيه، برضه المذهب الشيعي ما انتشرش في مصر، فكان الغرض من المبالغه في الاحتفالات وانتشار هذه الاحتفالات بشكل مبالغ فيه ان هم عايزين ينشروا المذهب الشيعي، وفي نفس الوقت معروف ان مصر اصلا مصر هي قلب العروبه وقلب العالم الاسلامي بالتحديد من قبل ما يبقى في تقسيم، يعني المعز لدين الله الفاطمي او جوهر الاستقلال لما جه مصر، واللي عمل طبعا شارع المعز والقاهره التاريخيه او القاهره المعز كما يطلق عليها بلد الالف مئذنه، هو اتخذ من مصر المناره لنشر المذهب بتاعه ويبقى الحكم منها. فعشان كده كان كل الاحتفالات، مش عايز اقول لحضرتك، في كل مناسبه هم بيستنوها عشان يعملوا حاجه معينه، يمكن يقال كمان الملوخيه نفسها اصلها من عصر الفاطمي، يعني يمكن الناس ما تعرفش المعلومه دي. وكمان حتى ان هم كمان كانوا بيقدسوا برضه وبيحبوا نهر النيل برضه وفقا للكلام المكتوب في الكتب المؤرخين. احنا بقى هنحتاج فقره كامله يا دكتور احمد، هنحتاج فقره كامله معاك نتكلم بقى عن اصل كل حاجه، سواء اصل الاحتفالات او مظاهر الاحتفالات في كل المناسبات المختلفه، او حتى اصول للاكلات ان كان ليها اصول في العصور القديمه. كل الشكر ليك دكتور احمد عامر، الخبير الاثري والباحث في علم المصريات، شكرا جزيلا ليك.